تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، وتعلن الانطلاقات مع هذه التحديات الرائعة في صباح هذا اليوم مع هذا السن سن الحجائج، انطلاقة سليمة لشوطنا الخامس وهو شوط خاص بالحجائج البكار من أشواط الإنتاج مع هذه التحديات الرائعة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة ورهني جواهر من انطلقت بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار محمد بن راشد بمفتاح الشامسي، تليها مع المركز الثاني القدوم أيضا في هذه اللحظات والتسلل والانطلاق الرائع. نتابع قران مبارك بن راشد بمفتاح الشامسي الدور دور المركز الثالث، وأرى التسلل الانطلاق أيضا من حشمة لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، ومع المركز الرابع الشاهينية راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من أعلن هذا الانطلاق مع المركز الرابع، ولكن أرى التسلل من امتياز بالشعار العود بن حمد بن عود العامري من يتابع هذا التحدي المثير، رهني حلوة لسعيد بن مطر الرميثي تنطلق مع المركز السادس. سابع التحديات غازية لفلاح بن فهد من طحنون الهاجري، ومن الجانب الآخر التحديات مستمرة أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاق المثير والتحدي الرائع في صباح هذا اليوم مع هذا السن، ولكن لنا عودة مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، يا سلام، جواهر تنطلق بناموس هذا الشوط، يا سلام، بهذا الشعار، شعار محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي الشاهينية مع المركز الثاني لراشد بن سعيد بن عبيد الحميري، وأرى التسلل رهني حلوة تتسلل مع المركز الثالث بشعار سعيد بن مطر الرميثي، ولكن من الجانب الآخر شعار العود بن حمد بن عود العامري ينطلق، والتحديات القادمة التسلل من الضبيل محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، ومن الجانب الآخر رهناك أيضا سنهودة لعبد الله بن مبارك بن رقراقي المزروع، والأسر الأسامي والشعارات اللي بدأت تتدخل، ولكن لنا عودة مع صدارة هذا الشوط. نتابع البداية، نتابع جواهر بضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار في صباح هذا اليوم مع هذا السن، السن الحجايد، السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. المركز الثاني أردت تسلل من حلوة لسعيد بن مطر الرميثي، ومع المركز الثالث التحديات القادمة في هذه اللحظات والتسلل. نتابع الظبي لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق المثير، يا سلام، ولكن هناك أيضا الانفراد بالصدارة، الانفراد بالمقدمة، جواهر تنطلق بناموس هذا الشوط، وهي جوهرة الميدان وجوهرة هذا الشوط، ولكن التسلل نتابع الظبي مع المركز الثاني لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي، والقدوم التحديات ايضا من سلهوده لعبد الله بن مبارك بن رقراقي المزروعي، ولكن نعود مع الصداره. بنسير ونتابع بدايه هذا الشوط وجوهره هذا الميدان، من تنطلق بالصداره. سلام يا العين، سلام، اسعدت صباحا يا هالي زاخر مع هذا الأداء المتميز، هذا الشعار اللي حقق الإنجازات منذ فترة طويلة في هذا العالم الساحر. جواهر على الصدارة، جواهر على المقدمة، تهانينا محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي من انطلقت أيضا جواهر بناموس هذا الشوط، ولحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني تصل فيه الظبي محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي، المركز الثالث سلهودة عبد الله بن مبارك بن رقراقي، المركز الرابع حلوة لسعيد بن مطر الرميثي، المركز الخامس الظبي محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا
الكرام للخمس المراكز الأولى. شوط حمل التحديات المثيرة في هذا الانطلاق، ولكن جواهر من انتزعة الصدارة تضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار في صباح هذا اليوم. 4:34 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وسلام يا العين سلام، وسعدت صباحا يا هالي زاخر مع الأداء المتميز. والنقطة الثالثة في صباح هذا اليوم لهذا الشعار، ومشكور يا بن مفتاح أيضا على تقديم هذه الجواهر المتميزة في هذا العالم الساحر وعلى أرضية هذا الميدان، ميدان دستور. المركز الثاني اتصل الضبي 4:41 جزئين من الثانية. تهانينا لمحمد بن سالم بن سعيد الوهيبي واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول سلهودة بشعار عبد الله بن مبارك برقراقي المزروعي 4:41 7 أجزاء من الثانية توقيتها الزمني.